المساعد الثاني هو الكابتن ابراهيم الدخيل، والحكم الرابع هو الكابتن حسين ابو شاف. مساحه لمولد من الجناح الايمن، بيحاول فهد يلعب العرضيه للعرياني. يا راجل حلوه حلوه العرضيه، حلوه العرضيه من فهد لمولد. العرياني منفرد بالمرمى لكن يلعبها تعلى عن عرضه العراف والى خارج ارضيه الملعب والى ضربه مرمى. ده بقى اللي اسمه نقص الخبره لكن هيتعود. حلوه العرضيه، يرجع في وسط الملعب لفهد الانصاري اللي بيلعب بينيه حلوه، هرب المرات يعوض خريص راسيه ولكن يطلع بقى عبد الله العراف. تقع من التماس لمصلحه نادي الاتحاد. اعاده الكره الجميله للعبة فهد الانصاري، بينيه من خلف ظهير الوحده وصلت عند عوض خريص. فهد الانصاري هو اللي واقف على التنفيذ، وفهد الانصاري يا ولد حلوه من فهد ولكن عبد الله العراف هو اللي بوركينا فاسو متقدمه على تونس بهدف اليسار. ضربه حره بلفها بيمين وفيها خطوره، فيها خطوره المره دي ولكن قبل راس مختار فلاته يلحقها، وضربه خلفيه من جهاد الباعور دبل كيك ولكنها الى خارج الملعب والى ضربه مرمى. الاعاده كان ممكن يسمع مختار فلاته. وليد محمود بيجيد الضربات الحرة بشكل كويس لنادي الوحدة. من ده سلام ياسر الفهمي يفوتها، يحاول يلحق لكن عمار الدحيم يرجع بالغلط. عمار لمختار، انفراد مختار، يا مختار يا مختار بيرفض هدية عمار، مختار بيرفض هدية عمار. ياسر الفهمي راوغ عوض خريص، ضغط عمار الدحيم يرجع الكرة عند حارس المرمى لكن توصل لمختار فلاته اللي يسبق لكن يضيعها مختار فلاته. ممتاز من لاعب الوحدة، وهنا فات لمولد يطلع حلو القاسم. غلط العراف، غلط العراف، وتسلل تسلل تسلل، غلط العراف وقاسم سبق ولكن تسلل تسلل. فهد لمولد لعب بينيه بينيه بمعنى الكلمه، اهو فهد اهو فهد، لكن قاسم هو اللي كان متسلل وطلع العراف كان رايح لربيع لكن قاسم. التعادل السلبي قائم. الانصاري يستلم يلعب البينيه حلوه يا ولد عوض، عوض جوه منطقه الجزاء، عوض يسدد لكن كره عوض الى خارج ارضيه الملعب والى ضربه مرمى. الاتحاد يضغط من على الاجناب والاتحاد يفتقد الى من يسدد من خارج المنطقه. تاني استلام على الارض، محاوله عند العريان اللي بدا ينزل يستلم، يلعب الكره الى قاسم، بيحاول قاسم مع ولد محبوب، عرضيه من قاسم في ربيع جدة، في ربيع جدة يظهر ربيع السفياني، يظهر ربيع السفياني. أهلا بربيع في الاتحاد، أهلا بربيع في الاتحاد، والربيع في جدة سفياني، ربيع جدة سفياني، وربيع الاتي سفياني، والهدف الأول للاتحاد ربيع السفياني. 1-0 1-0 ربيع السفياني، تمريره بينيه، قاسم عدى، لعب العرضيه، طلع العراف ردها لكن السفياني واقف لها بالمرصاد. لقطه لربيع اولى، لقطه لربيع اولى بهدف فهد. يلعب الركنيه عاليه لمولد ولكن العراف يطلع، تقع من ايده، عسيري يقف على الكره من ثاني، سيبها لفهد لمولد اللي يسدد لكنها تخبط فيه. اذكر لنا محمد نور نشوف بس المحاولة من العرياني مع الكرة حلوة البينية، حلوة حلوة السميري وعبد الله العراف، حلوة الكرة بالسميري، بينية جميلة من على حدود منطقة الجزاء، دخل السميري جوه المنطقة وسدد لكن عبد الله العراف يتصدى لها كويس. لمولد العرياني اللي حط البينية حلوة للسميري، سدد السميري لكن عبد الله العراف، عبد الله العراف. ملعب الاتحاد يحاول ان هو يهجم، تتلعب من تاني، لمسه حلوه الفارسي مع الكوره جوه منطقه الجزاء، عدى يا ولد عدى، لعب العرضيه ولكن تدخل من عوض خريص، يلعب عرضيه ولكن برافو بقى فهد، طويله اماميه لاقصى الناحيه اليسرى لفهد لمولد اللي بيستلم، بيحاول فهد مع الكوره يلعبها حلوه بعرض الملعب، استلامه حلوه ربيع للعرياني، للعرياني ولكن فيها ايه؟ رافع يده صالح الهذلول، فيها ايه؟ فيها ايه؟ فيها صفاره وتسلل على العرياني، تسلل على العرياني. هو امامنا ابراهيم الدخيل هو اللي رفع الرايه في اللقطه اللي فاتت
أهين الكرة والتمريرة. ربيع السفياني كان خد الكرة وبالفعل العرياني كان متسللا. هدف تاني ملغي للمباراة والهدف التاني أيضا ملغي للاتحاد. أمامنا هنا ربيع بعد كرة كان واخدها من أمام منصور النجار ولكن كان فيها رايه مرفوعه وتسلل كويس جدا دفاع الاتحاد. نزل في وسط الملعب ياسر الفهمي يلعبها طويله اماميه مختار لو سيطر عليها سيطر عدى مختار فلاته يسدد ولكن علي العمري يحط يده والى ركنيه من نصيب الوحده. ضربه ركنيه من نصيب الوحده. هنا الاعاده مختار فلاته راوغ كويس جدا عوض خريص وسدد هو اللي واقف. ركنيه من فهد المولد عاليه بتعدي الكوره تسديده حلوه من ربيع السفياني. الاتحاد والاهلي وامامنا هنا اللقطه ما بين عوض وما بين مختار فلاته والوحده عنده يعني في اللقاءات القادمه يعني كل المباريات مطالب فيها بنقاط المباراه الثلاثه بغض النظر بقى هو هيلاعب مين لان الوحده يعني هو في المركز قبل الاخير يعني والرصيد بتاعه يعني يمر كويس من امام قاسم يلعب بينيه جميله مختار لو لف جوه المنطقه بيحاول مختار ولكن عسيري معاه والكره الى ركنيه لمصلحه نادي الوحده. حلوه الفرصه اللي فاتت من الوحده. تمريره ياسر الفهمي عد اللي كان استلم الكره وحاول مختار فلاته يستلم مختار على اليمين يلعب لياسر الفهمي هيلعب كروس ولا هيطلع مين يطلعها من اليمين حلوه هنا وليد محبوب عرضيه ومحاوله ولكن وياسين حمزه صفاره موجوده وخطا لصالح الاتحاد على مختار فلاته. حلوه الهجمه اللي فاتت من الوحده ولكن التغطيه نموذجيه من ياسين حمزه. هذه الكره والعرضيه اللي اتلعبت لكن ده احمد عسيري هو اللي طلعها وكان هل المره دي بقى وليد محبوب هيلعبها مباشره ولا ايه؟ وامامنا علي العمري هو اللي واقف وضربه حره ووليد محبوب يلعبها يا ولد حلوه من وليد محبوب لكنها بتمر بمحاذاه القائم الايمن والى خارج الملعب. يمكن اخطر الكرات اللي فيه ثلاث كرات تقريبا واعاده للضربه الحره لوليد محبوب اللي سددها لكنها كانت في الشباك الخارجيه للحارس علي العمري اللي كان طاير معاه كويس صراحة يعني يحسب ما شاء الله لعلي العمري لأنه هو طاير معاه كويس يعني هي كانت من فوق حائط الصد تماس لصالح الوحدة. أمامنا هنا بقى ربيع السفياني ومنصور النجار اللي أخذ الإنذار الثاني وتعرض لحالة طرد. صالح الهذلول حكم المباراة للوحدة. وليد محبوب يلعب العرضيه على القائم الثاني فيها خطوره راسيه لسه الخطوره ودربكه يا راجل كامل المر حلوه الكوره ولكنها الى ركنيه موسى مدخلي قصيره تتلعب وليد محبوب يلعب بالعرض لكن اقرب المره دي عند محمد قاسم. دخلنا في الاكشن وفهد المولد بيحاول مع عبد الله الشامخ المولد يقاتل ياخدها المولد فهد وعبد الله عايز يعدي بيتطرب بيها مفيش اي حد جاله هو الربيع يمرر التمريره ولكن المره دي بقى يسمع ربيع السفياني ويسمع والكره الى خارج الملعب والى ضربه مرمى. اكشن ما بين الاتحاد والوحده والمولد قاتل على الكوره واعاده هنا الراسيه اللي اتلعبت وهنا المره دي بقى كافضل وعسيري هو اللي اقتل مرمى الاتحاد. قصيره تتقطع محاوله محمد قاسم يجريها لناحيه اليمين فهد المولد لو عدى انفرد لو عدى انفرد لو عدى انفرد لكن وقف عليها قدامه حاتم عدى لكن سددها قصيره. وليد وتنقل جوه منطقه الجزاء وليد يلعب الركنيه عاليه على القائم الثاني راسيه بتنزل ولكن يطلعها بقت ممدوح وصافره النهايه. الاتحاد يتحدى غياباته بربيع سفياني بهدف وحيد في الدقيقه 43 الاتحاد ينتصر والاتحاد يتفوق على الوحده.